الارض ياس خطر ابو مازن احنا اليوم ببيتك العامر بالسيدية اريد اسولف لي عن بيتك بالحويش بالنجف ع... اللي ولدت فيه عام 1938 <applause> ايش ذكرك بها؟ بالبراق <بلحوش. تصفيق> احنا مو بالحويش مو بالحويش بالبراق براق؟ بالبراق بيتنا قديم هو تقريبا ويا اثار الصحن مال الامام تقريبا يعني وجنب الامام يعني كلش قريب يعني. واحنا كنا عائله كبيره يعني ايش قد عددكم؟ هواي كان عددنا كان عمامنا وخواننا وكذا كلها نقول بالعشرين؟ يعني. لا اقل بس يعني يتواجدون هناك انا اقعد اتذكر اقعد الصبح القاهم كل من قاعد على حده يعني بيت كبير كان كله وكل من لام عائلته وقاعدين وخاصه اثناء الصبح يعني تقعد الفطور مال الصباح يقعدون يفطرون هذه اللي اتذكرها بالبيت يعني كان ايام جميله اتذكرها يعني تبديش الفتره منو كان المطربين الاوائل كان قبلك لا اتذكر محمد حضيري لا اتذكر انا بوقتها كان حضيري الله يرحمه وداخل الله يرحمه وبالاخير اخر ناظم الغزالي يعني بعد يعني كان هو بين الفتره بيناتهم يعني كان بس كانت الشعبيه الريفيه هي السائده ذاك الوقت يعني نعم من يغني حضيري الله يرحمه ساعه عشرة ونص يا يعني ما دق دوره مال النسوان تحترق تترك القدر مالها بس تسمع حضيري على الراديو من كنا وكنت اتذكرها كلها ببالي انت مو امتداد لاحد يعني انت مو امتداد لحضيري لا لا ما ما عندي انا انا خرجت حسب ما يقال عني يعني وانا احكي عن نفسي انه بدون مبالغه ما قلدت احد يعني جئت في طور تقريبا خاص بي يعني. كان طورك حسيني. هو اساسا حسيني. يعني. حسيني. وهاي منبري ل... احنا نقدر منبري منبري. يعني كنت رادود لو؟ لا لا قارئ قرآن كنت. قارئ قرآن نعم. لسه حافظ ولا تقدر تقرأ له؟ لا كنت اقلد عبد الباسط عبد الصمت. معقول؟ اي والله. مه. بس تقليد مضغوط كان يعني. هاي والله ما اتذكر اي فاليوم صار مؤتمر اسلامي بالنجف عندنا، مسجد الهندي اتذكر اي ف ساعدونا انا بعدني يعني عمر يعني بال 16 17 هيك وقرات القران امام المؤتمر يعني كان استقبال كلش رائع بوقته هاي المعلومة أنا ما أول مرة أسمعها يعني حتى ما موجودة بكتاب صوت الأرض اللي هو يعتبر المصدر الوحيد عنه. إي نعم. يعني أول مرة تقولها. ايه هو هذا الكتاب اللي صدر بحقي يعني منذ طفولتي إلى يومنا هذا يعني. نعم. وبي بعض أكو. ناسين بي قضايا يعني اللي ما شنت عندي مذكرات مفروض اكتبها فما كتبتها مذكرات تصير عندي كلش بقتها قبل كنت تكتب مذكرات لا هي يعني اثناء مسيرتي الفنيه نعم. مو يعني الكتاب ما كان بي موجود كل شيء يعني الان فرصه ذهبيه ان تقول يعني اول مره تقول انا قلت عبد الباسط ايه نعم هي. يعني هسه لا ما اريد امتحنك بس يحتاج نجيب قران وتقرا لا يعني هسه القابلية ما كانت موجودة ذاك الوقت، الله يرحمه كان صوته جوهري وصوته كله كان جوابات يعني. بس عندك جوابات هسه هو انا ما انا تقريبا ثلاث ارباع ادائي كله جواب يعني بس يعني من القابلية اللي كانت امتلكها بذاك الوقت ما معقول يعني تبقى بس باقي الحمد لله لا يزال يعني اقدر يعني عندك دفع من العشرين 20؟ اقدر دفع اي لا من الأربعين 40 خلينا نقول زين إيه. <applause> اريد بس هذا حدنا وبس بعد ممكن هسه اسمع منك هذا حدنا وبس بعد تعبين للابد هذا حدنا وبس بعد تعبين للابد غلطة مرات وانتهيت شمعة العيش رنطفة والذنيب هو ذنيبكم والذنيب هو ذنيبكم إعزاز لها قصة وياك هاي وراك الصورة مكتوب عليها إعزاز عزاز أعزاز عزاز عزيزه علي عزيزه عليك استندر الاغاني مالتي تقريبا ما عدا الاغاني الطويله اللي هي من كلمات الشاعر العظيم مظفر النواب يعني قصدك ليل بنفسج؟ يعني ليل بنفسج حنوان يعني اريد اريد بعزاز عندك حادثه غريبه يعني يوم من الايام شفت تغنيها وقالوا لك مات واحد عزيز أي على أي قلبك اي والله أيوة بت... لا, لا يزال بالذاكره كل ما اتذكرها شوي تجي نوع من الالم يعني لانه أنا يعني صعدت على المسرح كانت حفله منقوله نادي الصيد نادي الصيد فاجى الخبر يعني وصل الخبر والله يذكر بوقتها الصحافه يدري او ما يدري هسه يعلم بالموضوع او ما يعلم عن طريقه او عن طريق اخر المهم ما خلوا ما دا انا دا في طريقي على المسرح بس ما رادوا يقولوا لي الا انا اخلص فمن خلصت عاد قالوا لي ترى فانا حاله غريبه صارت راسا من المسرح وقبل هم قالوا لك بالضبط؟ قالوا توفت والدتك ترى توفت وانت ما يعني غنيت؟ غنيت كملت إيه؟ يعني باحساس اخر لو لا لا هو الاحساس كان بق عندي موجود بس ما كنت اعلم ان هذا السبب لو كنت خانقتك خانقتك العبره قايلين لي اي ذاك الوقت يمكن كان يطلع من عندي غير شكل بعد طاقات اكثر لانه لان حاله صعبة زين أعزاز طالب قال لي انه اني نقلت ياس خضر من طور غريب الى طور يعني نقلت نقله ما كان احلم بها بس هو صاحب الفضل طبعا الله يرحمه طالب القرغلي بس النقله الفنيه اللي صارت بيني بين الاغنيه الحديثه هي المقير ها, ها. كمال السيد كمال السيد الله يرحمه هذه كانت غريبه يعني انا هذا راح احكي لك قصه اللي مجير يعني اللي مجير قريه مو ويمر بها الطريق مقيّر ال... 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 ال.. الاثار المقير, بال... المقير بالناصريه الناصريه مشيت اللي... فيها من المدينه طلع للمقير الاثار الاثار المقير بنقطه ال... القطار مم. اللي يمر مربح... بها انت شايفها المجير رايح لها؟ رايح لها طبعا يعني ورا الاغنيه لو قبلها هي مبني بمبني, بمبني لا, مبني يعني لا يعني قصدي ورا الاغنيه لو وراها؟ لا لا ورا الاغنيه تقريبا يعني من قبل ولا اتردد ها الناصريه قمنا نروح سفرات للناصريه انا والمرحوم طالب وجامل الله يرحمه كان ويانا فشفت المقير مبني كله طابوق ما المقير اعتبره نشيد وطني طبعا له هو المقير هو ما حاطيها بالقطار ها. يروح للبصره ويرجع للبصره القطار البغداد حاطيها طيب احلى خبره. كوب لين انت توصل او به من المغير؟ المقطع الاخير كان شويه ولك يا ريل ولك يا ريل لا تقعر اخاف تفزز السمرة لا تقعر ها لا تقعر هي أه. إيه. اريد اسمع والله ابو مازن ولو صعب انت كل من الجوابات تطلع اي طيب طبعا ولك يا ريل لا تقعر اخاف تفزز السمرة مش يا جور وما مش حيل اردن وعد محاط للبصره جزا ونامي وهدى الشعر ولك يا ريل لا تقعر اخاف تفزز السمره وارد لنا صير يردون مخنوق بألف عبرة يراويني النهر موقف حبنا وطيبة العشرة يقل اصبر شهر ويعود آخ والمفطوم شي صبره والمفطوم شي صبره طيب الريل محمد هاي شنو قصتها؟ والله الريل محمد قصتها المعنى في قلب الشاعر هاي قصتها مظفر النواب الله يذكره بالخير ما بيها قصة هم قالوا قصة سياسية أو كذا يعني قلت معنى بقلب الشاعر ما علي أنا يعني أشوفها عاطفية يعني أغنية عاطفية مرينا بك محمد وإحنا بقطار الليل وسمعنا دقق هواء وشمينا ريحة هيل. يا ريل صيح بقهر صيحة عش جاري الهدر هو هواهم لك حذر السناب القطن هو شوف انا اذا احسك من تطلع بالجواب الجواب تبدا 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 دائما مو صوت مفتوح انا صوتي اساسا الطبقه طبقتي الاساسيه الصول يعني، الصول شوي طبقه يعني راكزه و... نعم و... و... وبها يعني نوع من العلو يعني ومن تتالق انت وعندك القابليه على الجوابات تقدر تسوي جواب الصول يعني اريد صول من ليل البنفسج ما بها البنفسج ما بيها؟ ما بيها صلوات، ما بيها صعود معقول؟ اي ما بها صعود زين يعني لان البنفسج كلها طرب، طرب يعني اغنيه طربيه هي يعني نعم نعم وهي نفسها لحنها استاذ طالب الله يرحمه الله يرحمه هو هو كان يعرف مكانات صوتك ولا شلون؟ ايوه طبعا هو لما يعرف طبقات صوتي ما 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 يتجرا ويعطيني هيك انا اخذت أنا اصعب الالحان الله يرحمه اعطاني اياها يعني شاف اكو امكانيه انا الشيء بالشيء يذكر الله يرحمه هم نقدر بليغ حمدي بوقت التقيت به قال لي صوتك يطلع منه كل شيء يعني الملحن ما يحيري ما يحيري بك اي طبقه ينطيك بها انت تأديها هاي لسه اتذكرها اني يعني هذه اعتز بها هذه الحكاية من حكى لي اياها وهي بالكويت التقيت به وهو بوقتها كان على اساس رادي يلحن لي اريد اشوف يعني خلينا نقول ياس خضر ناقص طالب القرغولي شو يساوي؟ يعني لو لم يكن طالب في حياتك الشان صار؟ هي آه اجت وراء يعني الحان وراء طالب مثلا نعم. اجت نام قديم اجى نام قديم اجى الله يرحمه محمد عبد المحسن انطاني اغاني جميله جدا جميله بس مو بشهره وقالب طالب ان كان يعطيني اللحن انا اديه وادي يطين اللحن ويعطيني الطريقه اللي ادي بيها وانا اضيف من عندي اشوف عندي قابليه اضيف اضافات على اللحن ماله فيعتبرها كلش حلوه جميله يعني. زين كل اللي حاولوا يغنون اعزاز ما نجحوا مثلك شيء اعزاز ادائها صعب طبقاتها صعبه شويه يستاذنوك لو راد يغنوها؟ لا ما وين اكو ولا تزعل من؟ تزعل غامق أديب. نامق قديم زين شو التقيت نامق؟ وين لقيته هو كان بالكويت انا كنت بالكويت ما قد بقيت بالكويت كنت بالكويت هاي ولو تزعل بها هم قصه ها آه يا ريت تسمع القصه اجاني قحطان العطار قحطان كان معانا مقيم بالكويت قال له وما زين عندي شغله هو كان شوي ج... الولد مؤدب شفاف كلش تعرف انا هناك كلش مشهور كنت بالكويت وكذا فالولد كلش يحترم محترم غيره قال لي بدي اقول لك في شيء يعني قلت له قول قال اخذت سمعني نامق أديب لحن قلت له سمعني اياه خلي اسمع قال كلام جميل وحلو غنى لي ولو تزع قال مو لوني قلت له بالفعل مو لونك هذا لوني قلت له شنو اللي تريد مني شنو المطلوب مني قال غنيها انت ماكو كانت انانيه بينا أه. الرجل من رضاته كنت ما اعرف نامق بوقتها نعم كان بمقته الله يذكره بالخير يعني كان يريد يوصل يعني اليه بس باي طريقه صارت عن هالطريق هذا وصل لي يعني كنا نلتقي بوتين يعني هي و... اقدم ولا تايبين؟ يا هو تايبين اقدم ولا, ولا ولا تزعل؟ لا ولو تزعل اقدم 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 نعم ياه. اقدم نعم. تايبين بالاخير بال 86 تايبين نعم اجيت لهنا قالوا انتهى بعد ما يقدر ولا كردي مو؟ لا لا مو كردي عربي اعتقد امه الله يرحمها كردية يعني. <applause> انت شو علاقتك بالاكراد؟ ليش مدير اعمالك كردي؟ انا احب الاكراد يعني س... يعني ما اقول لك بدون اي مبالغ اذا ثلاث اربع اشهر ما يخابرون يخابروني يخابرون يواصلون وياي يعني شلونك قول محتاج شيء ايش قول كذا يعني فد 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 ميزه عندهم الاكراد بصراحه عندهم عنده وفاء انا ولذلك احبهم يعني من خلالها وردا للجميل راح تغني البيش مرقه صح؟ اي اغني والله؟ اي اغني لا وغنيت غنيت عندهم غنيت عميت. بس بعد ما طلعت حافظها يعني تقدر لا والله ما حافظها زين اجمل اغنيه يطلبوها منك الاكراد اكثر الحاح على اغنيه يا حمد يا حمد يا حمد على طول ولا ما يا حمد اللي سواها غناها ماجد الحميد وياه وياي إيه يا حمد مر مثل مال ماجد عوده هي ما ادري والله مال لا اللي كتب لك هي ست اغاني في اغنيه هو واحدة. هو حسب ما يدعي هو ما ماجد الحميد قال كلماتي هذه بس أنا غنيتها كصوت بنشحط لك صوت. إلى كراد وطلبها منك تسمع يا, إيه أه... يا حمد. يطلو يطلبوه لا عاد الآن. يا حما مر مثل ما مرنا مرينا مرينا وريلك مري لك الصاحب قهر. يدرينا والله يدرينا يدرينا بليم قيار ودعينا اسرارهم اعزاز عدنا وما نسينا اخبارهم والغناء بتاع العمر يا يا ذينا والله يا ذينا حلو عشق تال العمر شتال هم يحبوا الاغاني اللي بيها جوابات تقريبا اخواننا الاكراد يعني خلينا و والعشق تال العمر يا ذينا والغنى بتال والغنى عمر. العشق انا يعني اقول يعني يعني عشق يعني. تال يعني العمر شتال هم شنو الغنى الغنى غناء غناء يو يو, يو 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 غنى غنى يعني غنى انت الغنى بتاع العمر يا ذينا لو العشق لا الغنى بتعرف خلينا نسولف بالعشق بالعشق انت طيب ما عندك اغنيه رديتها رديت يا قلب تحب اي مو؟ اي هو قصه أي حقيقيه أي. هاي؟ كلها اغاني حقيقيه، انا اكثر الاغاني غنيتها يعني هسه حاله حب ابو مازن سولفوا لا ما يا حب بقى حب عاد هسه زين يعني اذا حب حتى بيني وبين قلبي وبين بين الحبيب يمكن بين. بس قضيه حب ويفتهمون بين الناس وانا متزوج كذا وفلانه ومتزوج يعني ما غنيت الجمهور بس وحده وحده من الجمهور وحده؟ لا هاي ما مش اثناء الحفله اذا طلبت مني اغني بس وهم رجع قلبه يحب إيه حقيقه ولا؟ لا كاغنيه يعني يعني هسه قلت كل اغاني حقيقيه إيه كاغنيه يعني زين ترى <applause> ترجع هي اساسا للشاعر يعني مو للمطرب اها إيه؟ زين انت ما مرات تروح الواحد تقول لك وهيك مثلا اغنيه دامر بحاله معينه إيه ايه واحد بعض الاحيان يعني الله يرحمه زامل كنا نتفاهم وياك بيش فهمت آه. وياك؟ عزاز عزاز أعزاز زين هو كان يحط قصاصات في جيبه اي قصاصات يقصقص الله يرحمها يرحمه آه. يقص تجي على باله مفردات يكتبها ويخليها ايش شو يجيبها بي. يجيبها قال لا لا خليها هو يسميني كان لاجحل لا تحل خليها. خليها عليك لا تحل ايه حلي؟ لا هتش هيك كلمه يعني جنوبيه ما لا آه لا ما اعرف ايش يعني هي بقت مثل لك. قلت له شنو قال مضبوط يعني رجال مضبوط أشحل ايه زين على على مهلك هم طقطقيه؟ لا على مهلك حلوه الاغنيه تطريبيه؟ اي يعني ومسرحيه هاي غناها حميد تطيا ولا؟ لا انا ما قبل حميد وهو بس استاذنك لما غناها؟ والله هو حميد صديقي ما نقدر نقول له استاذنتهم هو راح اتذكر لسه لابو ظبي وقتها صارت حفله منقوله والملحن مالها كان معاه الله يذكره بالخير حسين السماوي فيمكن من صارت مناسبة الحفلة واذكرها بها قال له هذه أغنية غنية. هو يقول يقول لي أستاذي حميد حميد منصور اللي قال لي أستاذي زين من أستاذك أستاذي أنا يعني أستاذ الفن لا هو الأستاذ كل كل فنان لا واحد شخص واحد أنا أستاذي اللي اللي تلمذت على إيده واللي علمني طريقة الغناء واللي مهد لي الغناء عن طريق الاذاعه هو الله يرحمه جميل بشير لان انا سجلت عند الصوانات قبل ما اجي الاذاعه النقله الكبيره في حياتك وين؟ النقله الكبيره كبيره عزاز طبعا عزاز نحن. وليل البنفسج ليل بنفسج اغنيه طربيه يعني اعتز بادائها انا وحنوان نحن؟ حنوان نحن بعد اضبط من بي. اجمل مقطع بحنوان نحن وين؟ هسه راح تلعب بالجواب وتعبك لا سكتاتك سكتاتك شكل خواطر بالقلب، ما لي عرف من قبل. كلام مظفر النواب الله يذكره بالخير، يقول بقته انا طالب كنا الله يرحمه يعني كلام كل كلمه بزاويه، دعتر هو يلمها. ها. الله يرحمه يلمها ويسويها. يعني. هو شان يقول لك مظفر من يسمعها؟ مظفر كان مرتاح، وقتها انا لسه اتذكر واحده من جلساتي معاه ترى مظفر عنده صوت جوهري. ما حد يملك من من يريد يأدي اها الكلمات مالته يعني هو غنى 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 هو كان يغني الريل وحمد هو غنيها اي انا مجتمع بسابق قبل يعني قبل ما اغني الريل وحمد كان يغنيها هو الريل وحمد نفس اللحن؟ اي نفس اللحن بس وانا الله يرحمه محمد جواد أمير سوى أعداد اداه واصاغها قلت له مو هذه هي انا مسامعها نفس اللحن الى مظفر لا انا سمعتها من كوكب بغير صياغه كوكب حمزه ايه كوكب ما ادري بعد انت ما غنوا ما لحن كوكب؟ لا لا ما لحن مش عجب ما لحن كوكب؟ والله هو كوكب احنا متشنا كنا بالاذاعه لحن قسم جماعه ويجي يعني جاب لي الحان بوقتها كنت انا مزامل بصراحه كنت ملتزم مع طالب ومرتاح ويا الحان طالب فما احب يجي واحد يعطيني لحن انت وفي؟ اي طبعا الوفاء لا يزال موجود عندي ولذلك راح اغني لطالب هسه اغاني اللي هو مغنيها بصوته اختار من الاغاني العملاقه اللي مغنيها وراح اغني له يعني اجدد ذكراه. زين اريد والله اسمع شيء يعني هو في قبر الله يرحمه. الله يرحمه. <applause> الله يرحمه. ما <applause> بعد ما ما بديت يعني بديت يعني انقي هو ملح الكيح العود وضعها؟ اكو كل الحان انا عندي موجوده. وراح تعيد توزيعها وشيء؟ اي اي كلها كلها على حسابي الخاص راح اغني وتوزيع بشكل جديد. يعني الله يرحمه طالب يستاهل واحد يعيد يعيد الاشياء اللي الجيده بشكل مثلا احنا عندنا اغنيه شذاب شذاب غنتها بقت ما لا هو قبل قبل ما ادري من غناها داود القيسي الله يرحمه داود صوته شوية حاد. هي قالت كذاب مو كذاب. هي قالت كذاب. آه. طيب قلت له قلت له طالب حرامات هاي أغنية حسية. أغنية فرأت أوسط هذا أحس يا معود كذاب شنو كذاب صح الكلام على راسنا كلام مهذب كذاب يعني لغة دارجة نعم بس أنا أحس يا أبو مازن لما شفت تغنيها كأنك تعاتب واحد يعني حقيقة أو وحدة والله هو العاتب أهل الكذب كلهم صراحة هي أغنية شاملة مثل عزاز شون يعني أغنية أغنية شاملة شاملة بالمقامات يعني؟ لا بال هي فحواها يعني ما معناها عزيز على قلبك عندك، تحب لك واحد، انسان غريب عليك، بعيد عنك وين أفضل. يا مقطع تتونس تحس نفسك مو انت المتشذع يا والله اتذكر المقطع الاخير حلو كان غني المقطع هو نعمه يلا ايه كم زلة منك بينت ما جيت عاتب, عاتب مرة ما جيت اعاتب مرة ومن عشرتك اللي شفت غير الالم والحسرة <applause> انا ادري هواك القلب وعدك يعذب حالي غدر اللي يحب ليلة صعب هايم يظل للتالي اريد هاي ما آه ندري هواك القلب بعدك يعذب حالي غدر اللي يحب ليلة صعب هايم يظل للتالي وتريد اريد انه بلاك لا ما اريد كل شيء نقيضه ولو صرت والله بس انت الديوة انا لا ما ارد وانسى المضى كذاب ولك كذاب عندك اغنيه وانت افندي تتذكر تابين وين غنيتها انا اتذكر وين؟ الجسر جسر المال الصالحية كل خمس دقائق تتعدى سيارة كان وهالنظافة الحلوة هذا هالعمارات هاي الجميلة من يعرضوها ظل أبشي آه. والله العظيم يعني شنو بغداد كانت جميلة ونظيفة نظيفة هالنظافة الشوارع نظيفة السيارات مو زحمة تجي كل أنا دا لسه أذكر دا نتعاجز من الهور يدق يعني يدق الهورن تتعدى السياره بعد ما الله يذكره بالخير جمال محمد المخرج يستعجل باللقطه اللي يريد يقول حتى ورا دقيقتين تجي سياره يعني كانت هالشكل ذكرتني وانا جاي على السيارات شوف سيارتك بالباب اول سياره ركبتها شنو؟ هذه معروف عني يعني انقي السيارات الغريبه معروف عني الناس جناي سيارات إيه جناي سيارات غريبه يعني شيخ خيل ايضا خالي عندي خال شان خمس روس عندي اتونس بيهم شنو خمس روس اثنين منهم وحدة اسمها عزاز واحده اللي بنفسها عزاز وسعد محمد وروحي زين ليش ما سميت واحد من ولدك باسم وحده من الاغاني؟ ما اجتني هيك فكره يعني وكلهم موسيقيين؟ بس من عندي هو رئيس الفرقه مالتي يعني, يعني ويا يعزف على شيء؟ عازف كمان وعود ومازن مازن لا ما عنده علاقه بال... بالفن هاوي بس ما عنده علاقه بالفن زين اول سياره ركبتها شنو كان؟ بيجو يا سلام سنة. سنة بالستينات بعد يا اغنيه بعدني ما شو اسمه بعدني ما ما صاير مغني اها آه مو عن طريق الاذاعه تلزم بس برا إيه احضر حفلات مع الأعراس طهور، عريس كذا من على هالاسلوب هذا منو تسمع كلامه منهم فرح ولا مازن ولا ضامن ولا عاصم والله ما لقائي بيهم لان الزغير متزوج وما عائلته ومازن من زمان بلندن يعني ساكن لندن مو هنا يجي فات يجي اسبوع زمان وما يبقى يروح يا اغنيه يطلبوا منك دائما والله هي بصراحه اذا اصعد اول ما اصعد ازازو وتايبين ستاندر ازازو وتايبين قلت لهم أكو هواي بس لا بالعكس عكس اللي ذلك هاي على المسرح بس اذا جلسات خاصه كبيره يعني شخصيات وكذا كلها طربيه كلها حنوان حين والبنفسج ويا حسافه وغير يعني اغاني هاي الطويله والله صب مبارك حافظه جفنك جفن فراش غض وحجاره جفنه وما تمشي, تمشي بيا يل يل وين على روحك تنسحن ولك حن ونحن اني يعني ابو مازن خوفوني من شغلتين قالوا لي انسى طلعت ما تنسى وقلوا لي غني احلى من ما يحكي طلعت تحكي حلو وتغني حلو انا الحمد لله والشكر غنائي لا يزال بعده يعني صوتي اشكر رب العالمين انه بعده وراح اهذبه ان شاء الله بالمستقبل القريب اهذبه يعني استمر وابدي بالاغاني النبويه وتغنيها بالمود النبوي بالعظميه؟ ان شاء الله يشرفني طبعا تحس نفسك ايش قد عمرك؟ بنفس العمر انا لساني يعطي يعطي عمري نفسه ما, ما من تغني على المسرح تحس نفسك ابن الثلاثين العشرين. ابن العشرين؟ اي والله ابن ال20 والله وعمره تعدى الثلاثين لا يا فلان قمت اغني اخر شيء قمت لا عمر والتوج السبعين وبقى يزحف على الباقين. خلاص اريد اسمعها. ما مو اغنيه يعني لا اريد عمره تعدل الثلاثين. إيه نفس الاغنيه هذه بس مو عمره يتعدى الثلاثين؟ آه. انا اقول لا عمر 70 السبعين. وبقى آه. يزحف على الباقين. شنو من متع الدنيا بقالك؟ بيش تتونس؟ والله انا صارت عندي هوايه هالشكل يعني اطلع من بيتي متاخر يعني والف بسيارتي داخل بغداد، مع العلم يعني الناس تنصحني تروح منها لا تروح منا لا تجنا اقول لهم لا. كل شيء الله قاسمه يا منطقة بتحب بغداد؟ أروح أنا أنا الكرادة ومن الكرادة يعجبني أروح العظمية من هناك قالوا أنت وحميد منصور ريالي وشفتها ما شاء الله الشاشة شغالة من الصبح لليل كرة قدم أنا كرة قدم أنا عاشق كرة القدم أنا بالبيت أقعد كله كرة قدم وأنا ريش. ريالي ريالي؟ ريالي إي ريالي ريالي حتي العظم حسين الجسمي يغنى حبيبي برشلوني ما أدري كل من له ذوقه يعني كل من وهسه السريال ما شاء الله زين صاير كل عندي صوره لك يا يونس محمود ايه ما خايب شفته مره شايفه هذا الولد يمكن بقربيل اخر شيء شفته لا يمكن زارك بالمستشفى كثير كثير يعني جت الناس احنا زيارتنا لك نوفي ايضا شائعات تطلع على الفيسبوك شنو موضوعها؟ والله ما ادري احنا يريدنا نعالجها ما قدرنا نعالجها لان انا ما تهمني هاي الاشاعات ولو صارت عندي عادي والموت حق ما حد ينكر الوقت واحد يقول الموت مو حق لا الموت حق بس هم يريدوا يموتوني قبل اواني ليش ما ما تعرف هاي واحد ثانيا بعدين بعد ما يعلموني لي الناس والله ربع الليل نص الليل الفجر يخاورون يبكون معقوله سمعنا هيك خبر ده. اضافه الى ذلك قطعه رزق مرتين يعني كانت عندي حفلات بامريكا وحده بالسويد كان عندي بس تعرف الناس اشترت بطاقات من سمعة الخبر بالفضائية مو تقول لو بغير لو حكي تليفون اجوا رجعوا البطاقات المتاحه قال لي عم نهجم بيتي هاي شلون؟ قلت له شنو 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 اللي راح نسوي؟ قال رجعوا البط... قلت له ما انا موجود قال ما يصدقون رجعوا البطاقات قال لغت الحفله زين هذول يطلقها مطرب ضدك والله اكيد مطرب اكيد صاحبي الاختصاص ولا بلغ... ولا لغ... غريب شنو علاقته يطلع علي واحد من ربعك حاسدك قال جاء 3 مليارات دينار عراقي من من عقار باع بالنجف إيه هذا ملك ماني ما ما اخذه انا انا هذا ملك من ابو جد ولا يزال هم عندي يعني عقار ثاني يعني شنو يعني معروض للبيع البيع يعني بس يعني؟ انا اول الناس صرت عن... عندي عقار وزنقين آه. الفن والله ما استفاد انا يعني منه بصراحه الفن إيش شباب قبلنا ماكو شيء كل هذا الخير من الفن هذا من الفن؟ لا مو من الفن هذا منين؟ من ملكي يعني هسه بدك تمارس تجارة؟ لا ما مارست تجارة بس اجاني يعني عقار وبعته غفل ما تدري لا شلون ما ادري موجود هو كان آه. هذا عندي عقار بصف الامام من بعد تعرف اللي صارت استملاك صار للروضة لل... لل... هناك حول الأم... س... سيدنا علي الامير و وال... تقيم بوقتها وهم ما 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 طالبت انه بعذري التعويض الاكثر، لا هذا قالوا قال هاي عمي حصتك والباقي مال سيدنا علي سلام الله، عليها مشت الامور وتعوضت حالي حال الناس العد اللي عندها املاك. زين هسه انت وأولادك راح راح يفرحون بالارث اللي تخلف لهم اياه بعد عمر طويل لو يفرحون بالتركه الغنائيه. زين اولادي امورهم كلش زينه هسه الحمد م. لله والشكر. هو هو حميد منصور قال لي انا الوحيد من اولاد الفنانين ولدي خلصوا جامعه. مازن خريج اثار وسياسه اسمه بلندن. أه. خريج يعني وضامن معهد موسيقى بس الصغير موظف بالكهرباء يعني. شو لك احفاد؟ هو ثلاثه مم. الولد. جنانك يحبنك؟ كلهم يحبوني. خلينا نحكي بالنسوان، انت متزوج مرتين؟ انا أه اذا متزوج متزوج على سنه الله ورسوله يعني ما بعدين تاخذ اثنى وثلاثة وربع وتطلق وهم لك حق تاخذ يعني حفيدك عهد قال لي سبعة وشون اللي مانع يعني؟ بس ما عندي هسه واحدة وحدة وين راح؟ آه. راح كمان راح على سبيل هي هاي قصص حب اللي اغانيك صارت يعني كلية تقريبا يعني اللي اخر حب بحياتك شو كان والله حب حقيقي بصراحة ماكم. ماكو ماكو؟ ماكو كله شذاب دولة ابن الوقت؟ اي كذاب كله شذاب كله حب شذابي ووقتي وقتي وقتي لو من جانب الاخر لو من وما نقدر نلوم النسوان نقول هن هن السبب لا بالعكس يجوز الرجال او احنا السبب او لا. يعني المهم الاثنين اسباب بعد هاي الحرقه من تغني ذوب ذوب وياها ذوبان تروح ما انا اغني اغني غنى مضبوط قلت اللي يقول طلع من القلب طيب ابو مازن للان اني اني فرحان جدا شفتك والله يسلمك واشكرك على استقبالك وعلى تلبيتك الدعوه وانا تصورت بصعوبه راح اوصلك اي ما انا قلت لك بصراحه دكتور يعني ما احب التصوير ولا احب الاعلام ما احب الاعلام ولا التصوير يعني ايش قد يجوني صحفي بس يجوز مرات اجاملهم وعندي مزاج اقول له يا بابا يعني اليوم ما جملتني لا لا اليوم بدون مجاملة لأنه أنت إنسان دكتور معروف واحد يعني بصراحة يستانس ويشرف يلتقي معاك بهالحوار هذا الطيب الله يخليك إذا لا أنت الانتاج أصف لي حالتك حالتك النفسية هسه أنت شنو والله مستقرة تقريبا يعني ما 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 بس هي الحالات اللي تسمعها مثلا تسمع صديقك توفى أو صديقك مات بالمفخخه او كذا هذه هذه اللي تعلم الانسان يعني. اريدك الان بهذه اللحظه تذكر لي اغنيه سعيده من اغانيك مو عندك اغنيه مال الحزن؟ كلها حزن لا عندك اغنيه اقول نسيت الاغنيه أه وداعا يا حزن وداعا يا حزن هذه هاي اول ما صارت الاحداث والامور جيت كنت اني ما اعرف يعني يعني لما جيت بغداد سمعت هاي الاغنيه يوميه اثنين مرتين ثلاث يدقوها. ولا الحزن بعد؟ الحزن راح مع فرحانين لقيت والله زين هاي غير المناسبه راح الحزن. م -م. شو هسا الاحزان تراكمت علينا ما نعرف شو. هاي ياسر غنيت وداعا يا حزن. وهو قديمه. ياسر. بالسبعينات. واني مرات اشوف اغاني الطالب كانه مو هو اللي بلحنها. يعني ما اعرف هو يعني يتابع حالات معينه يريد يخرج عن اطارها هذا. اتهموه بس هو لا بالعكس اتهموه يعني يقلد ال الالحان المصريه وكذا وماكو عندنا الروحيه مالته كلها عراقيه بس هو بصوره هذب الاغنيه بالحانه مهم. على مستوى عالي كلش ابو مازن هسه تقريبا الوقت خلص وانا فرحان بالحوار هذا اريد تفرحني تفرح الناس شلون شفت الدنيا باغنيه من اغانيك نحن ونحبس ونمتحن حن حن بابحن جفنك جنح فراش غض وحجار جفني وما غمض يل تمشي بي وين النباض ولك روح على روحك تنسحن حن أخباب حن